عند 9:00. اهلا وسهلا، سهرة طيبة للجميع. نعود نجدد ترحيب بكم وبكافة الفريق. نمشي معكم الفقرة شي نطق تتسويتا. شي نطق برشا حاجات نطق باش نحكي على حاجة احنا منهم. انا ما عطيتش الموضوع الاساسي. ترشحت تونس؟ ترشحت تونس، ترشحت للدمي من بكري وانتم تحكيوا على خطر على تونس، شوقتونا. ليش نو ترشحت تونس سمحوني للدمي فينال؟ اي وين هذايا؟ هذايا في مصر. مسالش مسالش خاطر احنا اور شويه للشباب في مصر. منتخب تونسي يترشح بشكل دون 20 سنه. دون 20 سنه هاي ان شاء الله مبروك علينا. المفيد المفيد ان شاء الله مبروك يا سيدي. باش نحكي على كيفية الترويج للسياحة في تونس. الحقيقة محمد باش ناخذ وجهات النظر نتاعكم، من ثم حبينا احنا بدورنا نسترجع شوي اخر روبورتاج كنا حتى قمنا به محمد، حتى كنت تفكر كنا قمنا في تبرقة وعين دراهم وغيرهم، واش نسترجعوا الفقرة متاع تبرقة أمل بسليمان شوي آخرة، لكن قبلها خليني نرجع معاكم على طريقة الترويج للسياحة. هو فقرة اليوم في شي نطق هو انطلاقا من الفيديو كليب بتاع 2016 بتاع الفنان الجنوب أفريقي لوديك، اللي زين فيه صور تونس، اللي رسم فيه تونس مزيانة كيفه كيف غيره من الفنانين، كيف التوانسة أيضا اللي يخرجوا يصوروا الفيديو كليب بتاعهم. باش نحكيو على البيوقراطية الإدارية، باش نحكيو على الإشكاليات الإدارية اليوم اللي تعترض الفنان، اللي تعترض المصور الصحفي وإلا المصور الفوتوغرافي وإلا كل من يحب يصور تصويرة باهية ومزيانة للبلاد هذه. اليوم قداش من تونسي كل يوم اليوم تتفك الدرون، كل يوم تفكر باج دريمر زاد اللي تفك لهم الكاميرات نتاعهم. وبالحق ربيع ماذا بيا الادمين نتاع الباج هذه هو اللي يصور، ماذا بيا لو كان نعديوه زاد معانا نهار ويكون ضيفنا ويحكي لنا على الفيديوهات اللي قاعد يخدم فيهم. بالحق ماذا بيا الناس الكل تدخلوا وتشوفوا الباج هذه، باج ياسر ياسر قاعده تروج للسياحه في تونس، بتصاور في غايه الروعه بمعدات رائعه جدا. ما تعرفش الناس يا حذامي، الناس تشوف الصوره الاخيره، تشوف الصوره هي نظيفة، تشوف الروبورتاج كي يخرج وإلا تشوف الفيديو وهو نظيف منتي نظيف جاهز للبث، لكن ما تعرفوش الناس في الكواليس مشاكل كبيرة، إعاقات كبيرة يتعرضوا لها الناس هذوما اللي ينشروا، خاصة الفريلانسر اللي يخدم فريلانس. راهو اليوم الناس تخدم تحت غطاء البوات برودكسيون ديما عندها سيرفيس جوريديك هو اللي يقوم بالإجراءات القانونية، لكن أنت تخدم فريلانس لروحك مش تخرج تصور بلادك مزيانة، مش تخرج تصور في جبل، مش تخرج تصور في شارع. يعني التراخيص المسبقة هذه ساعة عطلة واحد محمد حتى بطاقة صحفي حتى بطاقة صحفي المدة الأخرى، حتى كنت تابعت العديد من الزملاء كانوا يخدموا في خدمة ميدانية ولات تفكلهم بطاقة صحفي معناها اللي ممنوع عليهم أصلا. شوف ممكن ربما هذا في جانب المعلومة، هات نحكي وهذا جانب الصحافة اليوم فيه مشاكل كبيرة، تضييقات كبيرة، هذه الناس كل تعرفها وما فما حتى واحد ينجم يخبي اللي فما تضييقات نحسوها الحقيقة. اليوم معنية اليوم من وزارات اليوم العمل الصحفي يصير تحت نوعا ما تحت سو ستريس، تحت ضغط معين وسوبريسيون في ظل المشهد. الحقيقة ربما يا أخوي اليوم الصحفي قاعد نشوفه فيه قدم في تنازلات كبيرة، مش في سبيل المعلومة وفي سبيل النزاهة، لكن تنازلات كبيرة في ظروف العمل اللي يخدم فيه. ولكن لا لتكميم الافواه محمد، لا لتكميم الافواه، قاعد يسامح في حقه في التجاوزات اللي تصير عليه، في العنف اللي يصير عليه من جميع الاطراف، وقاعد مواصل يصلح في الميدان هذا كما الميادين الكل اللي لازمها تصليح ولازمها تعاود يعني تصفى. لكن اليوم نحكيه على شباب تونسي، شاب تونسي اليوم مغروم بالتصوير الفوتوغرافي، يحب يمشي يصور بلاده المزيانه، يحب يخرج يمشي للشارع، حبيب عنده باج فيسبوك يحب يخدم عليها يا اخوي. طالبوا انت بطاقه بتاع ولا ترخيص من وزاره والا من عرش منين؟ ماهوش محترف، هو هاوي، هو اليوم من هوات انه يخرج لك تصويره، يسوق لك تصويره لبلادك المزيانه في خضمها الصور القاعده تخرج لبرا اللي يصدروا فيها. تشوفوا مشاكل السيبرسياريان اليوم في تونس يظهر لي العالم الكل يحكي عليها، مشاكل التوانسه اللي متواجدين خارج حدود الوطن اللي وضعيتهم غير شرعيه، زاد فما دول اخرى متقلقه منها. الوضع
الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، المناخ السياسي العام، فما مشاكل كبيره قاعدين نعيشوا فيها. هذا كل شوي تغطيه التصوير المزيان، العمل الفني. وانا احنا في تونس محمد نمشيو بسيستم حلال علينا حرام عليكم. انا كانت لي زياره الجمعه الاخرى لولايه المستير، توجه بالتحيه لاهلها، يصوروا في يعني في اماكن اثريه كما الرباط وكما القصر نتاع المرحوم الحبيب بورقيبه، يعني القبر نتاعو. صدقني ريت بهرج كامل مش في بالي انا يصوروا في مسلسل ولا فهمتني. ومن بعدش تطلع الامكانيات والماتريال اللي عندهم، صدقني ماتريال مهول نتاع يصور فيلم. يصور شنو يصوروا في الاخر؟ يصوروا تابعين وزاره السياحه، يعني وزاره السياحه حلال عليك تصور وعندك الماتريال والامكانيات. لا 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 محمد، صور معاه، ولكن شرك الشباب والباجات اللي قاعدين يخدموا. احنا مش نحكيو على التصوير، نحكيو على الماتريال. يعني وزاره يعني نجم يخرج حاجه حلوه برشا، فهمتني؟ وما يصيرش تصور بالروني وبالماتريال والامكانيات هذيك. اما الشباب كي يبدا عنده معناها الامكانيات هذيكم باش يخرج بهم تصويره مزيانه للسياحه، يسوق بها لتونس، هو لا حرام عليهم، وما ينجمش وما تعطيهش ترخيص وتعطلوا. المشكل اللي ما همش فاهمين برشا الوزارات، سامحوني، طرق التواصل والاتصال غلطه شويه اللي قاعدين يخدموا بها في تونس الدقيقه، على خاطر قاعدين يخدموا بطريقه كلاسيكيه برشا. عمرك ما تتفرج فيديو كامل نتاع وزاره، مستحيل تبدا كلها غنام الاول ومن بعد ما تقراش كلامك. نعطيك مثال بسيط، علاش شوف مصر وين بالدراما وبالسياحه نتاعها وين واصله. علاش مصر كي يخدموا عمل درامي ولا ثقافي ولا اللي هو، يجيوا يطلبوا اسهل وزارات تعطيهم التراخيص هي وزاره الثقافه ووزاره الداخليه، جو دي بيان وزاره الداخليه. مصر كي يحب يصور في وزاره الداخليه يصور في مقر وزاره الداخليه، يلقى التسهيلات الكافيه. فهمتني؟ شوف الافلام نتاع مصر تلقاها في مديرية أمن الجيزة، وتلقاها باللبس متاع الداخلية، بالكراهب، بالعوان، بالماتريال متاع الداخلية. مازلنا بعاد الحقيقة، بعاد كل البعد. أنا نمشي معك مصر، وصلوا صوروا في بيرو وزير الداخلية في, في, في مسلسل متاع عادل إمام محمد سامحني، مسلسل صاحب السعادة، وصلوا صوروا في وزارة الداخلية في بيرو سيد وزير الداخلية. ليه؟ وانت نمشي معك أبعد، حتى في الكونتوني اليوم متاع الأعمال الدرامية والأعمال الفنية، اليوم وصلوا عملوا صورة للسيسي، اليوم عملوا صوروا السيسي رئيس، جابوا شبيه ليه وخدموا العمل الدرامي. اليوم جسدوا التاريخ نتاعهم والملاحم نتاعهم، قاعدين يوثقوا فيها ويصدروا فيها للعالم. الأحداث اللي صارت في مصر كل اليوم قاعدة تبيع فيها مصر كأعمال فنية ودرامية. احنا اليوم عندك نهضوا ببلاد، عندك ملحمة من تاريخ البلاد، انا نشبهها بملحمة من ملاحم نتاع مقاومة الاستعمار. اليوم عندك ملحمة نتاع بن قردين، مازلنا ما شفناش عمل درامي يحاكي الفترة هذيك. اليوم مازلنا ما شفناش وزارة السياحة ووزارة الداخلية ووزارات المداخلة اليوم تسوق الملحمة بن قردين وتبعث فيها مساج مزيان، مساج فيه برشا قوة من المواطن التونسي ومن الامن التونسي، كيفاش تم التصدي لمحاولات تغيير صبغه او نمط عيش التونسي. اليوم محمد سامحني نقص عليك، كمل فقط جملتي. اليوم المغرب قاعد تستثمر في استثمار سياحه ثقافيه، استثمار كبير. اليوم العالم الكل تفرج في اي فيلم، تدخل على نتفليكس والا في شاهد والا في غيره، الا وتشوف ثم بارتي من الفيلم هذاك ولا من المسلسل هذاك متصورة في مصر في المغرب، ويعطيك التقاليد المغربية والثقافة المغربية، نشوفوها في الأفلام وفي المسلسلات. اليوم وزارة السياحة التونسية وين هي من مثل هذا الترويج الجديد؟ ولكن الإعلام موجود، الإعلام موجود في كل مرة، في كل لا ماهوش تحت ضغط كبير، في كل مرة باش نقوى الفرصة باش نكونوا في مواكبة لبلادنا تونس المزيانة. خلينا نسمعوا الفقرة هذه ومن بعد نرجعوا. يلا وحق المروج الخضر، وحق الوفاء والصبر، والود والعشرة، يما السواعد سمر يا تونس الخضراء. هكا حبينا نوصفوا جمال كنز مخبي ما بين الجبال والبحر، ما بين الطيبة والنسيان. تنقلنا لتبرقة، ولا كيما يحبوا يسميوها أولاد المنطقة تبرقة، حكاولنا على قداش المنطقة صابرة بالعقل
والرزانة متجملة، هي كيف البحر، لتزيدها نقطة ولتنقصها نقطة، كيما بنيوها جدود من الجانب المضيء اللي يبهرنا. حكينا مع الحرفيين على ما ورد رزقهم والصعوبات كذلك. مرحبا بكم في البركة وزارتنا البركة، وإن شاء الله جيتكم غالية وعزيزة علينا. ومرحبا بكم، واش عندكم سؤال؟ أنا معك. بالنسبة احنا لخدمتنا، خدمتنا ارتيزانا، عندنا كل شيء نخدموه باليد، فما اللي ناخذوه فمتني بعد احنا نكملوا عليه، وفما احنا حاجات نخدموها وحدنا. بالنسبة للأسوامات، الأسوامات مناسبة عندنا من الدينار حتىش للخمسين دينار انت والقطعة. بالنسبة للبيوع والشراء، بالنسبة للسياحة الخارجية، احنا عندنا كان ليبيا والجزائرية. بالنسبة للأجنبيين لا، الآخرين لا، ما يجوش وما يشروش. ومعنا السياحة الداخلية كتوانسة يجونا من كل بلاصة، من البنزرة البنغردي، فهمتني، ويفرحوا بنا ونفرحوا بهم. والله هذيك من بالنسبة للتقصير موجود، هذا عندها أكثر من 30 سنة التقصير، فهمتني. احنا نخدموا بلانير، متعرضين للسرقة، متعرضين للمطر، للشمس، للريح، للغبرة، لكل شيء متعرضين. بالنسبة للتقصير موجود هذا من البكري، ومتنجمش تنجمش باللي تصلح باللي تصلح باللي تصلح، ديما يبقى موجود التقصير. ولكن الجانب الآخر لهذه المنطقة يبقى مظلم وزيد بانقطاع مطار طبرقة عين دراهم، حتى الدخول شبه مستحيل. ولكن تمكن فريق كابافام من التحصل على بعض المعطيات، انه حتى رحلة ما استقبلها المطار منذ الثورة حتى التوى. والسؤال، علاش ما تسلطش الضوء على هذا الموضوع؟ تونس أم الكل، الغني والزوال، الشباب والشياب، الكل تتمناها في خير الخير. نرجع لك ديما ديما من أحلى الأغاني. وهذه تونس بعينينا، هذه تونس بعينينا. الأعلام اللي كان يحكي عليه محمد الهيشري وقال، وصحيح اللي صاير عليه العديد من التضييقات محمد. أكيد جدا، الناس كل تعرف اليوم اللي الإعلامي يخدم اليوم في ظروف خاصة. خليني باش منحاول من هول باش منحاول وما نكونوش لا هول هول منحاول وما نكونوش في دور الضحية. لكن اليوم الظرف صعيب، في ظرف ماهوش باهي بكل يوم، خاصة العمل الصحفي الميداني أصبح صعيب اليوم. التضييق على المعلومة، خاصة راهو التضييق على المعلومة أخطر من التضييق على الصحفي في حد ذاته في العمل. إذا كان الصحفي ما توفرلوش المعلومة وخليه يبحث على معلومات، شاطرك الرأي. وكذلك الظروف، الظروف الصعبة اللي تعيشها جل المؤسسات الإعلامية، وديما في كل مرة يبقى موضوع الإعلام من آخر المواضيع اللي ممكن تتحط على الطاولة، ممكن ما تتحط اصلا على طاولة الحوار. ممكن في الاجتماعات الوزارية ما تطرحش، في مرة بركة طرحت في اجتماع مضيق يظهر لي بين الوزارات هكا، حكاوا على موضوع الاذاعات الخاصة والاعلام بصفة عامة، ما فهمش تشريك حتى صحفي او صاحب مؤسسة اعلامية او اصحاب يعني المجال، ما حكى حد، ما يعرف حتى حد يعني يسمعوا علينا وما يسمعوش منا. ديما نقولها الجملة هذه للاسف محمد، وجيعة كبيرة يقولها الاعلام اليوم من جميع المقاييس. هو اليوم راه شيء باين ذي من نشوفه احنا في الحكومه كيفاش تشتغل، شوفوا في الضعف هذايا اللي تشهد فيه الناس الكل وتشهد به الناس الكل، الضعف الاتصالي عند الحكومه هذه يفسر لك ربما اكثر العلاقه الحكومه مع الاعلام. اليوم العمل الحكومي او الفريق الحكومي يشتغل بعيد على المنابر الاعلاميه في قطيعه تقريبا نسميها في قطيعه مع الاعلام. الحقيقة خاطر ماناش قاعدين نشوفوا في وزراء ونشوفوا في كتاب دولة قاعدين يخرجوا كل يوم في الإعلام في وقت اللي يزمك تخرج صباح وقايلة وليل في وقت دقيق برشا، للأسف اللي هذا يكثر التأويلات ويكثر العدد من الأقوال لتجنب الإشاعة. أنت اليوم خاطر أسهل ما فما هكا شوف الإشاعات اليوم، هو توقيف فلان، إطلاق سراح فلان، رفع تحجير السفر على فلان، كثرت المعلومة وتوافر المعلومة. اليوم يفرض عليك كحكومة
تخدم اكثر شفافيه، والشفافيه هذه كيفاش تخدم بها وكيفاش تكون على تواصل مع المواطن التونسي، الا عن طريق المنابر الاعلاميه، الا عن طريق التدخلات في البرامج الاذاعيه والتلفزيه، باش نبعدوا على البحث عن المعلومه من خلال بث الاشاعات، ويصبح الصحفي اذا كان انت تسكر عليه وضيق عليه باب المعلومه مش يصبح يتبع في الاشاعه ويحاول ربع المعلومه من مصدرها ويثبت منها تصعب عمليه التثبت، ربما مش يقع وقتها هو في نفس الفخ اللي يتيح فيه المواطن التونسي. هذا هو محمد. والله العظيم انا نقول نحب نقول كلمه حاذمي، مالوغوزمون بلادنا كيفاش ماناش قاعدين نسوقوا لها كبرشا عباد كبرشا بلدان عفوا محمد، احنا مشينا عملنا جولات كبيره، فما شكون ما زارش تونس وما دارش يعني في ولاياتها وفي جهوياتها. صدقني اذا كان نلقاو التسهيلات اللازمه يعني من وزارات السياده ومن الوزارات المعنيه ومن اصحاب القرار نلقاو التسهيلات. حاجه اخرى نقول عنا شباب عنده كفاءه كبيره، خليهم يخدموا، خليهم يصوروا يا سيدي، ما يسالش عمل له فيريفيكاسيون انت على الفيديو اللي باش يخدمهم، عمل له حصر، راقبه وعمل له مراقبه ميدانيه وخلي العباد تخدم، خلي اصحاب لي بوات دبرود نقولوا احنا الصغرى، خلي العباد تخدم، خليها تسوق، انت تستنفع كوزاره السياحه ولا وزاره الثقافه ولا اللي هو، واحنا نستنفع زاد في الترويج للسياحه نتاعنا في تونس. ليه واليوم شباب جديد، شباب صغير بعقليه جديده، بتكنولوجيا جديده، بزوايا جديده، بعين جديده، ديجيني في مخاخ قاعد يخرج في برودوي مزيان برشا في طريقه تسويق للسياحه التونسيه، طريقه عصريه وجديده. وكي نشوفوا الحقيقه الفيديوهات اللي تخرج من عندها اللي تتبناها ولا تاخذها وزاره السياحه، حاجه كلاسيكيه، ترو كلاسيك، حاجه كلاسيك، ديما ما عادش تستهوي، ما عادش تستهوي لا السائح الاجنبي لا التونسي. اليوم السياحه نتاعنا ما عادش تبال وذكر، ما عادش سياحه، ما عادش سياحه بانير معنا نتاع قلنا نتفرج في كتي تي ان قبل ولات تونس السبعه هذيك. صدقني فيديوهات اليوم 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 يلزم تونس تستغل الفيسبوك، تويتر، انستغرام، مواقع التواصل الكل تستغلها، وماكش مش نجم تستغلها الا عن طريق الشباب التونسي اليوم المبدع اللي قاعد يعمل في تصويره مزيانه برشا. تصويره مزيانه محمود، تصويره مزيانه، مي الله غالب مانيش قاعدين. انا سبق وحكيت قبل في بلاتوات، ذكرت حتى مطار تبرق عين دراهم بالحق من اجمل المناطق والجهويات اللي هي المناطق هذيك الجبليه والريفيه، تبرق عين دراهم، بني متير، الشيره هذيك بتاع الشمال الغربي. صدقني احنا محمد لو ترجع بالذاكره شويه، شوف مسلسلاتنا قبل كيفاش كانوا يتصوروا وين كانوا يتصوروا، شوف المسلسلات الدراميه اللي كانوا ناجحين الرمضانيه، حتى هما قاعدوا يعاودوا كان فيهم، هما شنو قاعدوا يعاودوا فيهم وقاعدين ماخذين نسب مشاهده كبيره الى حد اللحظه هذه، خاطر الناس توحشت المشهد هذاك، معاش لا يستهويها الرداء اللي قاعدين نشوفوا فيها تو في رمضان، توحشت الناس هيك المسلسلات الزمنيه نتاعنا، من ريحانه، من خطاب على الباب، وعقابات، حسابات وعقابات، خطاب على الباب، يعني مصورينه في تونس العاصمه في القصبه، لكن تشوف انت والبلايص اللي تصوروا فيه توا قاعدوا من الرموز بتاع البلاد. شوف المناطق هذيك، فما ناس، فما بلايص من الوقت هذاك من التسعينات لتو ما تبدل فيها حتى شيء، ما تغير فيها حتى شيء. احنا كبرنا مثلا مع المسلسلات المصري، اي تونسي يجيبه يسمي لك شتر مصر، يسميها لك من اسوان وانت ماشي وصلك من شرم الشيخ وانت راجع. علاش هذا كله؟ علاش هذا هو التشبع بالثقافه المصريه؟ علاش؟ خاطر الكثره والكميه نتاع الاعمال الدراميه اللي غزات الشارع التونسي. هذيك طريقه الترويج. نفس الشيء اليوم نتاع المسلسلات التركيه، يعني هي مسلسلات ترويجيه بالاساس، الجانب التاريخي لا يعنيهم الاتراك، الجانب التاريخي ولكن نستسمحك محمد على خاطر احلام قالت لي حكينا على الخطاب على الباب، على ذاك نحيت الكاسك باش نجم سمحها شوية. كان متوقع ضيفنا اليوم باش يكون فيصل بزين لكن تعذر في اللحظات. ان شاء الله يكون بخير. احلام قالت لي راهو خطاب على الباب، ما تصورش كان في تونس العاصمه فقط، تتصور في بلايص اخرين، في سوسه كذلك، شفنا سيد احمد كي خلط على فاطمه في سوسه وفي بنزرت، اي بنزرت، خليها بنزرت خيرة. شفنا يعني تعددت الاماكن بالحق، محلاها حتى الترويج من خلال المسلسلات كما كنا نحكيو، قاعدة تعطي في صوره كانت ياسر حلوه لتونس. ان شاء الله ان شاء الله وزاره السياحه تسمع وزاره تسمع. السياحه هي اللي لازمها تكون الممول الاول للاعمال الدراميه والاعمال الفنيه. حتى المتاحف تفكروهم زاده في المسلسلات القديمه،
شوف انا نحب نوريك الفرق ما بين الاعمال الدراميه اللي قاعده تصير اليوم. عندك زوز بلدان طالعين مصورخين، عندك المغرب اللي استثمرت في مع الافلام الغربيه، استثمرت افلام هوليود لابد يكون فيها مشهد ولا زوز مشاهد باش يكونوا في المغرب. اليوم اماكن ولا تتسمى بمسمياتها في المغرب، المغرب تتذكر ثلاثة او اربع مرات في اسم فيلم. كيف الشأن الاتراك اليوم يختم لك على الطبيعة، يختم لك على التضاريس بتاع تركيا من خلال عمل درامي سواء تاريخي او مسلسل معاصر. الخدمة كلها عكلتي لكلامك محمد، عرفتها في تركيا كما اكبر وكما برشا اماكن من المسلسلات الدرامية. واضح، هذا هو. نشكركم برشا على هذا الحوار الرائع. راجعين بعد موجز الأخبار.